مساء الخير. من كتر ما بنندمج في الدنيا والأحداث حوالينا طول الوقت، ومن كتر ما بنجري وبنحاول نلحق الوقت والرزق، اختزلنا الدنيا في دايرة ضيقة قوي، ونظرتنا وتقديرنا للأمور وللدنيا بصفة عامة بقت بعيدة عن أصلها وحقيقتها، برغم إن الحقائق حاجة تانية خالص. الكون كله بكل خلقه، بالكواكب والنجوم، بالسماوات والأرض، قدروا العلماء إن عمره حوالي 26 مليار سنة، وإن عمر جنسنا البشري على الصورة دي من ميلاد سيدنا آدم من 10,000 ل 40,000 سنة. وفي طبعا كلام كتير جدا بخصوص الحسابات دي والأرقام دي، لكن الملفت في الموضوع إن الكون اتخلق قبل وجود الإنسان بمليارات السنين، وإن الإنسان آخر مخلوق اتخلق في الكون ده. الله أعلم هل الحكمة إن ربنا كان بيجهز للإنسان كل الخلق ده قبله، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أو هل في أسباب تانية لخلق الكون ده كله والوجود قبل الإنسان بمليارات السنين دي؟ ما نعرفش وما يشغلناش ده، لكن اللي محتاجينه بجد إننا نتعرف على الكون بشكل أعمق، ونتعرف على أهم مخلوقاته، لأن المعرفة دي هتغير نظرتنا ومنظورنا للحياة، للأحداث، والزمن، للأشخاص، للمواقف، لنفسك، لكل حاجة. وده اللي هنحاول نعمله بإذن الله في الملف ده، نتعرف على الكون ومخلوقاته الأساسية. وهنبدأ النهاردة بأول شيء ربنا خلقه. أهل العلم قالوا إن أول ما خلق ربنا سبحانه وتعالى هو الماء، واتخلق منها كل حاجة تانية بعد كده، والله خلق كل دابة من ماء، والدابة هي معنى شامل لكل شيء يدب على الأرض. وفي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام بيقول نحن من ماء، ووضح العلماء أنه لا يستثنى الجن ولا الملائكة، وحتى خلق النار من الماء، وخلق الرياح من الماء. فأول ما خلق الله تعالى من العالم الماء، ثم خلق منه كل شيء. تاني حاجة اتوجدت بعد خلق الماء هو العرش، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكان عرشه على الماء، إيه هو العرش؟ الرحمن على العرش استوى. وآيات كتير اتقالت عن رب العرش العظيم ورب العرش الكريم. علشان نبسطها، لما بنيجي نقول كرسي العرش، المقصود به هو كرسي الحكم والملك العظيم. فالعرش هو الملك، ومعنى الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى ربنا اتحكم في تسويته بنظام ودقة متناهية. ومن عظمة ربنا إن الصفة المنسوبة لله في ذكره للعرش هي الرحمن، فتدابير الله لعرشه للكون كله مبنية على صفة الرحمة. فمهما كنا بنشوف من ابتلاءات في الدنيا، فهي في باطنها الرحمة مهما كان الظاهر. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. طيب إيه المقصود بكان عرشه على الماء؟ إحنا فهمنا البسيط بنجسد الصورة، وكأن ربنا حاشا لله له كرسي هو العرش، وإن ده فوق المية، وده يتنافى تماما مع ذات الله وقدسيتها. زي ما وضحنا إن كل شيء مخلوق في الدنيا أصله الماء، فبناء عليه معنى وكان عرشه على الماء يعني كان حكم الله وتدابيره على كل ما خلقه من ماء، يعني كل الخلق والوجود. وتكملت الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ربنا هو رب العرش، رب الكون، حكمه وتدابيره على كل شيء خلقه، مطلع برحمته ولطفه على أعمالنا وأفعالنا، وبنحل إزاي في اختبارنا في الدنيا. من المعاني التانية ومدلولات العرش في القرآن هو الكرسي، آية الكرسي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. إيه المقصود بوسع كرسيه السماوات والأرض؟ كرسي مصدرها كرس، لما نقول فلان كرس وقته لخدمة بلده، يعني خصص وقته وكل اهتمامه. ولما نقول الوزير الفلاني استلم كرسي الوزارة، هو استلام لمنصب ومهام، مش لكرسي في حد ذاته. فمعنى وسع كرسيه السماوات والأرض يعني سلطات الله وتدابيره ومهام الربوبية محوطة السماوات والأرض. من ألطاف الله إن أول خلق في الكون بعد خلق الماء هو العرش. استشعارنا للمعنى ده يخلينا نستوعب فكرة إن ربنا فوق كل شيء، حرفيا واسع، محيط، قاهر فوق عباده، وكل ده بمنتهى الرحمة. وخلقه للكون كله من مية، ده من اللطف واللين والرحمة. في آية بتقول الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
الرحمن فاسأل به خبيرا. احنا منهيين نخوض في ذات الله وعقلنا البشري ما يستوعبش قدراته، محدودة، لكن مطالبين نسأل ونتعرف عن صفات الله اللي تخص مهام الربوبية واللي على رأسها عرش الله ومعاني تسويته للكون وتدابيره بمنتهى الرحمة، واللي كلها تختصر في وصف دقيق جدا ربنا قاله: الله نور السماوات والأرض. وقال لنا: ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. كل دي تفاصيل مهمة نستوضحها لما نتكلم عن فكرة بداية خلق الكون وخلق عرش الرحمن. هنتكلم بالتفصيل عن المعاني دي مع ضيفنا الشيخ فتحي الزيات من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.